انا بدي حقي. شو حق شو؟ انا بدي الورده. انا بيطلع لي النص مثل ما انت بيطلع لك، فهمان؟ اعطيني نص الورده يا دار ما دخلك شر. حبيبي يا احمد، انت لسه صغير، المصاري ما في والورده ما بتتقسم، لانه اذا انا اعطيتك الورده واعطيتك المصاري راح تروح وتكبن على الوسخره وعلى اكل الهوى وشغلات الفاضيه، بس تكبر تجي بتطالبني. اسمع محمد، لما بكون عم بحكي معك لا تتجاهلني، تفضل ظهرك وتمشي. قلت لك لما تكبر ما بتجاهلك، لانه كلامك غبي. بدك المصاري ليش؟ انا بدي حقي، هذا حقي، هذا حقي من مال ابوي، فهمان ولا لا؟ يا عم بس تكبر. تعال عندي. قلت لك لا تتجاهلني وانا عم بحكي معك. محمد هاي مشان تتعلم تاكل حق. يا مصري، هذا اخوه عم بياكل حقك، وهذا الشيء غلط. انت الك حق مثل ما هو له حق. طيب شو بدي اعمل؟ هو اخوي الاكبر مني، والمال والورثه كلها بين ايده، كلها مكتوبه باسمه. شو بدي اعمل؟ ولا فوق كل هاد هو الكبير، شو فيني اعمل؟ انا يا مصري مالك غير حل واحد، وانه هو تأذيه، تضربه، تجرحه، تأذيه في ابنه، في مرته، في ماله. المهم انك تعلم عليه، خلي يحسب لك حساب من هلا ورايح. اسمع، لا تفكر اني انا ابعلمك على اخوك، لا، بتكون غلطان، بس هذا حق وبتسكت عن حقه هذا شيطان اخرس. انا هذا بدي اوصل لك اياه، وحط هذا الشيء هون. سيدي كلامك أقنعني. من بكرة. ليش من بكرة؟ من هلا رح قوم البس، أكيد هلا بكون راجع البيت، رح أسلقها على الطريق. ما في غير طريق واحد هو بروح منه. سلام. لأنك تجاهلتني واعتبرتني صغير. قلت لك مليون مرة لا تتجاهلني. كرمال المصاري يا احمد، كرمال المصاري وورثتي. ايه، كرمال حقي، كرمال حقي من ورثة ابي. بالنسبة لورثتك الحق قسما عندك، انت عايش او زي ما تبين. السلامة أبو شريك. بس والله الصراحة أنا ما توقعت تطلع هيك من أخوك. ما بعرف، حياة عمري ما شفت أخوي عداء، أخ بقتل أخوه. معلش معلش، الله يهديه ويصلحه. أخوي مو هيك، أنا بعرفه. أخوي أنا كبرته، كان صغير، بعرف قلبه كيف. بس هذا في حدا عم يلعب بعقله وعم يعلمه علي. نعم. معقول لسه لحد الآن موجودين هيك ولادين حرام عم تعمل فتنة بين الأخوة؟ إيه في، بس الله يقدر إنه أعرف مين. خلي يعلم، خلي يعمل اللي بده إياه. إيه، بس أكيد كرمال الورثة. ما لك يا أخي، أعطيه ورثته، لك أعطيه وخلي يصرف وخلي يعمل وخلي يسمع، أعطيه خلي يخلص وخلاص أنت منه. لك إيش عم تستنى؟ لا وحياة أبي، لا خليه يحلم فيك ولا خليه يشم ريحة الورثة، لأنه هذا إذا أخذ الورثة راح يتدمر، راح يكبر على الأمار، بيحرق
ويصفوا ويضحكوا عليه ولادين الحرام اللي عم يعلموه علي، رح يضحكوا عليه ويشلحوه اياه كلياته ويرجع لعندي من الصفر. وانا ما بدي اخوي يصير هيك، هذا مصرات ابوي تعب فيه من هو صغير لحد ما مات الله يرحمه. اخر شيء روح تعب ابوي كله، هيك اعطيه لاخوي يكبهم هيك يعطيهم لاولادين الحرام هدول؟ لا بحياتك ما بعطيه الا بما اشوفه صاحي وترك الولدين الحرام اللي حواليه وكل شيء حرام. ايه مظبوط كلامك خيو، لا تعطيه ولا الا انت ادرى فيه لحالك تصرف. خيو هذا اخوك مو مصلي على النبي. اوف ليش؟ ضربته في السكينه ما اخذ فيها عبره وما جابت نتيجه. لا اخر مره كنت عنده تعرف شو حكى؟ شو قال؟ ريحة الوردة ما راح يشممك ياها. شو؟ ما راح يعطيك ليرة، حقك بده يعطيه لابنه، وانت لك حق وانت اولى من ابنه. هو هيك قال؟ مثل ما عم بحكي معك هيك لكن مثل ما عم بقول لك. بدك نصيحة مني تاخد فيها الوردة؟ منو نقتله؟ شو؟ هذا بضل أخوي. شو نقتله ما نقتله؟ ايه؟ تصطفي. بس هذا الحل الوحيد انك تاخذ الورثة منه قبل ما يعطيها لابنه. ها؟ ايه؟ تزعل يوم، يومين، اسبوع، شهر، شهرين، بالاخر بده ينتسى. وبترجع بتسيطر على كل شيء، والأملاك كلياتها بترجع في اسمها، وبتصير أنت المسؤول عن كل شيء. بعدين ذاتا فكر شغل عقلك، ما في غيرك أنت وأخوك. فهم يا أحمد؟ فهم. فكر وشغل مخك. وبالآخر أنا رأيي مصلحتك. طيب. ماشي. قلي شلون رح نعمله؟ أنا رح أعطيك الطريقة. اسمع شو بدنا نعمل. اول شيء شباب ليش وقفت؟ خليني انا هون احسن لي. ليش مو نعمل اطلن سوا؟ مشان اذا حدا اجى فورا نخبرك. يوم حدا يجي. ايوه روح ما في مشكلة خليكم. أحمد لا تنسى تجيب معك السكينة، لا تعيد بصمات عن أبدا. تمام خلاص عندي الشغل دعيني. يسر. وين راح؟ شو هناك عرفان؟ هون أنا هون جيت لتني يا أحمد؟ ايه انت متأكد ان هو عم يعلم أخوي؟ ايوه ماشي عرف لي وين بالضبط هو. ايه راح اجيب موبايلي لصوره لانه احمد اخوي ما راح يتاكد منه انه هو خاين لحتى يشوف بعينه. ماشي انا جاي. عينك عليهم. لا انا بس اوصل انت بترجع. انا راح صوره. يلا مسافه الطريق باي. هيك لك. بدك تهتمني كرمال المصاري؟ اول مره ضربتني بظهري ورحت على المشفى قعدت شهر وكذبت على الدولة وقلت لهم لا الشخص مجهول، ما اعترفت انه انت اللي قتلتني او انت اللي طعنتني. قلت للشرطة كان واحد قريب كان فيني اسجنك بعد الضربة اللي ضربتني اياها. رغم هيك اعتبرتك اخي وما قدرت وقلبي ما طاوعني اني احبسك. هلا جاي تقتلني؟
بدي اخذ حقي، بدي اخذ حقي اللي حيرمني منه. رح تاخذ كل شيء، بس قبل ما تاخذ رح فرجيك شغله. تعال معي. تعال فرجيك. تعال خليك. تعال فرجيك كمان مين جاي تقتلني انت. تعال شوف. تعال فرجيك. واو شو هو؟ كمان هل جاي تقتلني؟ الو شرطة، جريمة قتل، أخ قتل أخوه. ايه ايه بالإل لوجو. ماشي تمام، عم بستناكم، بس الله يوفقكم بسرعة لا تأخروا. ماشي. حلوة. الله واحد وقفل واحد مات. الله وقت اللي بده ينزل أكيد بده يأمن في إيدي. غير بعد ما يصير كل شيء في إيدي، المصاري واللوغات، أنا بستلم كل شيء كله بإيدي. وبالآخر صرت صاص يا عبد. صير مشان شو؟ مشان انت تاخد المال والورثة كلها؟ احمد الشيطان لعب بعقلي. الله يلعن الشيطان وساعته. قلت لي الشيطان؟ لك مش في شيطان بهالكون مثلك، ولك الشيطان ما فكر تفكيره. لسه بتقول لي شيطان؟ ولك ما في شيطان غيرك. احمد يا والله بدي اطلع بروح. احمد الشيطان بدي اطلع بروح. بس احمد انا صراحة بدي لا تستفيد منك فيه. هو ذاتا اتصل بالشرطة وشوي بكونوا هون. كل اللي علينا بنعمله نزدته هون بالزبالة، وأنا رح أخبر الشرطة إنه هذا هو نفسه اللي ضربني بظهري. لا حمودة، قدامي كل الناس ولا منك يا كلبودة. بدي اياك تسامحني يا محمد. الله يسامحك. انا كنت مفكر يا محمد بدك تاكل لي حقي، مثل ما هذا كان عم يقول لي انك بدك تاكل علي كل شيء وما راح تعطيني اي شيء من ورثه ابي. انا هيك كنت مفكر يا محمد، وهو هيك كان عم يقنعني. شوف يا احمد، المحامي موجود والورثه من أول لحظة كانت مقسمة ومكتوبة باسمك. أنت نص الأملاك كتبوا باسمك ونص باسمي. حقك محفوظ وموجود والوراق كله مع المحامي، بس أنا ما سلمتك ياهم لأنه بعرف إنه مخك ما فيه غير الغباء. وكنت أول شغلة عملتها وسقت بواحد جردون مثل هاد، وكنت راح تسلمتهم مصراتك ورزقك وضحك عليك ولعبك قمار وضيعك وحطك بالحبوس ونزلك تحت الصرامة. لهيك أنا كنت عم استنى الوقت المناسب حتى أمسكه، لحتى أعرف أنت شو نواياك. وهلأ صار فيك تستلم مصراتك، تستلم حقك. شو بدك تسوي فيهم؟ أنا عملت اللي علي والباقي على الله. هلأ حقك محفوظ وموجود، منروح عند المحامي تاخذ حقك، ما ضل شي تاني. دير بالك حالك. اسمع يا محمد،
رح ضل معك ورح نضل للأبد مع بعض.